الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا يعني مش عارف اقول لكم ايه، لان انتوا بتمثلوا شيء ما كانش الواحد يقدر يحلم بيه، واللي وصلتوا له شيء الواحد ما يقدرش يقدره، واللي هتعملوه شيء واشياء مش هنعرف نحسبها ازاي. لأن من 35 سنة أو 34 سنة ما كناش في سنكم، وما كناش عندنا الحماس والرؤية اللي عندكم، وما كانش عندنا الانتماء واللغات المختلفة اللي عندكم، إيطاليان، إسبانيا، إنجليش، أردو، ألماني، جيرمان، وهكذا. فبعد 35 سنة أنتوا بتعملوا معجزة مجتمعية إنسانية، والعالم كله مش فقط المؤسسة بتاعتكم منتظر منكم الكثير 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 الكثير، كل المجالات اللي هتخصصوا فيها سواء كانت في الطب أو الهندسة أو في الزراعة أو في التربية أو في التعليم أو في الدعوة أو في اللغات أو في السياسة أو في الاقتصاد أو في أي مجال مجتمعي. بالإضافة العمل المجتمعي اللي احنا بنقوم بيه دلوقتي علشان نساعد كل مسكين كل محتاج. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قال فيه ايه؟ ان لله عباده اختصهم بقضاء حوائج الناس، حببهم من الخير وحبب الخير اليهم. اسمك ايه؟ وصال. بسم الله، اسم جميل. انهم الامنون من عذاب الله يوم القيامه. واضح الحديث ده؟ انتم ربنا اختاركم عشان تقوموا مثل هذه المهمه، وانتم اصلا جايين من بلدان مختلفه واجتمعتوا في ارض جديده علشان تعملوا شيء يحسدكم عليه العالم. فجعلوا حسادكم يحبوكم، وجعلوا من يكرهونكم يحبوكم برضه، لان انتم بتسعوا لاسعاد الانسانيه وبتسعوا لخدمه المحتاج والمسكين والفقير والقائم على الأرملة والمسكين. قال إيه؟ القائم الذي لا يفطر أو كالصائم الذي لا يفطر. عارفة؟ العربي؟ سيسي. سيسي. أوكي. المهم هشوفي اللي بيسعى ويساعد الأرملة والفقير والمسكين زي الإنسان اللي واقف طول الليل، طول عمره طول الليل ما بينامش ما بيتعبش بيعبد ربنا، أو كالإنسان الصائم الليل والنهار لغاية ما يموت وانتهى عمره ما بيفطرش. ده أجركم وده ثوابكم، خاصة لما يدعي لكم الأطفال والنساء والشيوخ والعجزة والمرضى والمشردين والنازحين واللاجئين والمهجرين. شوف مين جيلك الدعاء منين؟ جيلك الدعاء منين؟ من كل مكان في كل زمان في كل ايه؟ بلد نتكلم عنه. لا تعرف الدعاء ده جاي من امرأة أو من رجل أو من شيخ أو من أي حد. وكلكم هذا الرجل اللي هتقفوا قدام ربنا سبحانه وتعالى بإيه؟ بدعوة من يتيم أو دعوة من أرملة أو دعوة من مسكين. لما إحنا بدأنا من 35 سنة ما كناش تعليمنا ما كانش راقي زي تعليمكم، لغتنا ما كانتش جيدة زي لغتكم، رؤيانا ما كانتش جيدة زي رؤياكم، ما كانش عندنا أي إمكانيات أي إمكانيات أي إمكانيات. حتى الكراسي شايف دي؟ ما كانتش موجودة. حتى المكتب ما كانش موجود، حتى القلم ما كانش موجود، حتى الكمبيوتر ما كانش موجود، حتى التليفون ما كانش موجود، حتى الفاكس ما كانش موجود، حتى التليكس ما كانش موجود، حتى الميزانية ما كانش موجود. نفضل نقول حتى 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 ما كانش موجود. فأوعوا أوعوا تقولوا ما عندناش مش هنعمل،
احنا ما كانش عندنا وعملنا. وبالظبط عندك كام سنه؟ تعالى بكتني انت سنه من كده. اللي اشتغل في الاغاثه الاسلاميه من اول يوم كان طالب الثانوي طالب الجامعه. انور خان اللي هو البريزدنت بتاع امريكا دلوقتي كان في الثانوي سنك واقل منك. جانجير اللي هو سي او دوت كان بتاع الاسلاميك ليف بتاع يو كي وبعدين دوت سي او بتاع اسلام مسلم ايد كان لسه ما خلصش الجامعه. خد المولد اللي بيشتغل في الامم المتحده دلوقتي في ليون اوتشا ها كان لسه ما خلصش الجامعه هو كمان. وهكذا عفان شيما عدنان شيما كله 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 كانوا كلهم طلب الجامعه بالظبط زيكم. لكن هم عملوا ايه؟ زرعوا البذره الاولى بنات وشباب. انا ما قلتلكش يا عمر انا بحبك تعرف ليه؟ لان انت اكبر واحد فينا. بالك في حد اصغر منه في السن؟ تعال هنا جنبي تعال جنبي انت كمان تعال تعال جنبي عشان ما نسيبكش لوحدك كده تبقى. انت عندك كام سنه؟ بسم الله ما شاء الله بس انا شكلي اكبر منك شويه. وانت عندك كام سنه؟ 15. انت مغربيه؟ جيت مصر. وده شكله كده ايه؟ لا مصر انا مصري. انت عارف اسمها ايه؟ مصري هو مصري. ايوه اسمها ايه؟ نانسي عجرم. وهم دول اللي ممكن معاكم يعملوا التغيير. الجمال في الموضوع فيكم ايه؟ ان السن مش فارق. لكن الروح هي اللي فارقة. القلب هو اللي فارق. المسؤولية هي اللي فارقة. واخدين بالكم؟ حب الخير هو اللي فارق فيكم. عمر السن مكان يعني عقبة وعمر الإمكانيات مكانت عقبة وعمر صعوبة المشاكل مكانت عقبة. رواندا دخلت في حرب دموية تطهير ودبح 900,000 أو أكثر قتلوا ذبحا في أقل من سنة. الآن رواندا من أوائل الدول اللي في أفريقيا في النمو الاقتصادي بتاعها والاستقرار. اثيوبيا كان عندها مجاعه في 83 وكان في مئات الالاف خرجوا من اريتريا وتجراي للسودان. اثيوبيا دلوقتي من الدول اللي اقتصادها قوي جدا في شرق افريقيا. وهكذا. ده ليه؟ لان في ناس زيكم شباب زيكم امنوا باوطانهم واصبحوا قادرين على انهم يعملوا التغيير. يعملوا التغيير. احنا لينا دور في ايطاليا لنا دور خارج ايطاليا. ان عندك اكثر من دور ممكن تقوم به كشاب وكشابه. شكرا شكرا عمر شريف. محمد عفيف. وانت اسمك ايه؟ احمد مظهر. فأنا النهارده مبسوط وسعيد بيكم. ليه؟ لأن أنا حاسس إن أنا مش هموت. أبدًا. طالما في ناس زيكم هيعيشوا. وطالما في ناس زيكم هيستكملوا المسيرة. طالما في ناس زيكم هيكملوا المشوار في كل مكان وفي كل زمان. حتى لو فضل من كل جيل واحد. الرسول صلى الله عليه وسلم ما ماتش. لأن دعوته ما زالت باقية من أكثر من 1400 سنة. وهتفضل باقية إلى يوم الدين. وإن شاء الله مش هنموت إحنا، لأن إحنا أصحاب رسالة وأصحاب مهمة وأصحاب مسؤولية وأصحاب رؤية نخدم بها الإنسانية. نخدم المسلم، نخدم المسيحي، نخدم كل الأديان. نخدم كل الثقافات. نخدم كل التواريخ. نخدم كل البلدان. نخدم كل البشر. نخدم كل الخلائق اللي ربنا خلقهم ان شاء الله. فالسعاده اللي انا خدتها منكم همشي بيها واتكلم في كل مكان عن ازاي انتم في الغربه هنا هو عملتوا الاعجاز والانجاز ده.
وجزاكم الله خير واشكركم شكرا جميلا. وبن محمد هم عايز يسألوا ولا انت هتتكلم؟ لا لا انا مش هتكلم. هم عايز يسألوا؟ اه ان شاء الله. طب اسألوا بقى انا موجود. Chiunque di voi avesse una domanda inerente a quello che facciamo, inerente a Esami Khalif, inerente al lavoro umanitario, penso che questa sia l'occasione più opportuna che abbiate mai avuto per poterla fare. Quindi carpe diem e cogliete l'occasione. في حد واخا لبس لبس واحد بس اثنين لبس ثلاثه لبس يلا تفضلي. زين انا كنت يعني كان عندي واحد سؤال. كم سنه كانت عندك باش بديتي هذا المشوار ديال الاغاثه الاسلاميه؟ انا كان عندي 33 سنه. كنت متجوز، لسه متجوز، يعني مراتي جت من مصر في سبتمبر وانا رحت السودان في ديسمبر، ما لحقناش نقضي شهر العسل. عارف شهر العسل؟ نقعد كده نشرب عسل على طول وناكل عسل ونبدا عسل، وبعدين مفيش بصل خالص فيه، كله عسل في عسل. فرحت في ديسمبر على السودان، وكان في مجاعة في اريتريا وتجراي اللي هي موجودة في اثيوبيا من يوليو واغسطس 1983، وهي تركتني من اول يوم مسافر. رحت حوالي اسبوعين او ثلاث اسابيع واكتشفنا المجاعة، وبدأنا نجمع التبرعات من عندي من اهلي في مصر في ديسمبر 83. اول تبرع كان من طفل 9 سنين 20 قرش في زي الاوادي بالظبط في الكريسماس بعد ما جينا من السودان. وبعدين من اهلي كمان 1500 جنيه. وبعدين رجعت بريطانيا انا وزميل ليا كان بيعمل الدكتوراه في كيمياء وانا كنت بعمل الدكتوراه في الطب. انا طبيب. حد فيكم بيدرس طب؟ حد بيدرس طب؟ ميديسين زي يعني زي ممرضه. كويس كله كويس. حد بيدرس هندسه؟ حد بيدرس تجاره؟ ولا كلكم ثانوي؟ انا كنت طبيب في مركز دكتوراه، وكان احسان شبيب كيماوي بيدرس اللي هي الدكتوراه بتاعته. فكان احسان وانا وزوجتي وزوجتي بدانا المسيره في يناير عام 1984. ده اجابه على السؤال بتاعك. وزوجتي برضك من مصر. هو ده كلكم خايفين ولا ايه؟ اتفضلوا ما تتكسفوش. اتفضل. هو عاوز يعرف بدأت ازاي الفكره بتاعت الاسلام. وانا عاوز اعرف بالظبط الشهر اللي 84 اللي خلقت فيه اسلامك كليف. اي ما خلقتش. لا يعني اللي عملت فيه اسلامك كليف. انا ما عملتش. كان شهر ايه؟ شهر ايه؟ هو الحمد لله وصلت مع رسول الله. كيف بدات؟ كان في مجاعه كبيره جدا في شرق افريقيا. وبعد زيارتي للسودان شعرنا ان المسلمين ما لهمش دور ومساعده الايه؟ الناس اللي جم السودان ومن اثيوبيا. فجت الفكره في السودان. لما كنا هناك واصبح لينا قلنا طب عايزين نعمل حاجه ما نرجع. كان التلفزيون مركز على اللاجئين وعلى النازحين وعلى مئات الالاف. دي كيف الفكره بدات؟ اول مبلغ جمعناه زي ما انا قلت لحضرتك من خمس دقيقتين كده من الاهل في مصر كان 1500 جنيه. كان في ديسمبر 83. يعني 83 اليوم الحقيقي يوم الثلاث 17 يناير عام 1984. الثلاثاء 17 يناير 1984. ممكن الساعة 5 الساعة 6 الساعة 4 الساعة 1 الساعة 2 الساعة 3 أي حاجة. يلا مين تاني عايز يقول؟ أنت بتفكري في شعرك ولا؟ الفكرة طلعت ولا لسه؟ ها؟
كلمه ما تكسفوش. ايوه la domanda. Tu puoi parlare inglese, no? Vorrei chiedere che cosa ha spinto il dottore a creare Islamic Relief e se non era scoraggiato all'inizio in quanto non c'era niente all'epoca che comunque, come diceva prima, gli strumenti che c'erano, che ci sono adesso, all'epoca non c'erano. Egiziani? Amma. ايه اللي شجعك وما خلاكش يعني يكون في عندك حالة احباط واعطاك القوة يعني كمبيوتر والكلام ده؟ اللي خلانا نبدأ الفكرة زي ما قلت لأخونا هناك قبل كده ان احنا حسينا ان احنا كمسلمين في بريطانيا او في اوروبا ما لناش اي دور وما بنساعدش الناس زي ما المؤسسات الغير مسلمية بتساعدهم. ده نمرة واحد. اللي ما خلانيش احبط هو العمل. لو انت فضلتي تعملي من اجل هدف عايزه تحققيه عمرك ما هتحبطي. ولما انت تحددي هدف وكل يوم ترتفعي لمتر او مترين عشان تطلعي القمه مش هتبصي لتحت عشان تقعي. الامر الثاني اللي خليك انت وانا ما نحبطش زياره الفقير والمسكين والارمله واليتيم. لما تسافر السودان وتسافر اريتريا وتسافر الصومال وتسافر اليمن ده هيديك شحنه ايجابيه غير عاديه يجعلك انك لا تنامي. وده اللي حصل بعد كده لما جت البوسنه، وده اللي حصل لما جه فيضان بتاع بنجلاديش، وده اللي حصل لما جه فيضان السودان، وده اللي حصل في كل هذه الاماكن كنا بنزورها. لذلك انا بقول لحضرتك ايه؟ بقول لك العامل اللي بيعمل من اجل المساكين ربنا بيكون معاه كده، هو اللي بيختار. ولما ربنا يختارك كل شويه يحط الحماس في قلبك، كل شويه بيعمق الايمان في قلبك، كل شويه بيعلي الهمه بتاعتك عشان تستطيع انك تصل لكل الناس. انا هروح خلصنا لسه هتصغر يعني انا سني انت عندك كام سنه؟ انا عندي 3 مرات ونص. صح 3 مرات ونص صح؟ لا 57 و11 انا عندي 68. هو انت عندك 86 واخد بالك؟ عملنا رحله يمكن دي بتفكر الشباب اللي هنا هنقول المدن وانتوا تمشوا ورايا من برمنغهام لمانشستر لاسطنبول لاسلام اباد لكويتا لشاغي في بلوچستان لكويتا لاسلام اباد لباب في كشمير لاسلام اباد لاسطنبول اسطنبول لياوندي ياوندي لا يستموت الدوالة دوالة ياوندي ياوندي لفينا الكاميرون وبعدين رحنا على وسط افريقيا وبعدين من وسط افريقيا رجعنا تاني على الكاميرون على بريطانيا في حوالي 4 اسابيع او 5 اسابيع. تقدر تعمليها؟ التحدي هنا لمين؟ لما نرجع للسؤال بتاعك في السن ده انت هتقول البابا ما تقعد ترتاح في البيت. لكن اللي بيديك الطاقه والقوه ها والحماس هو ربنا سبحانه وتعالى. خدت بالك؟ والحماس بيجي لمين؟ لما تكون انت مع الفقير ومع المسكين ومع الارمله ومع اليتيم ومع النازح ومع ايه؟ الشريف الى اخره. خلاص؟ بسم الله اهلا وسهلا الحمد لله على السلامه. لسه واصلين المطار؟ ها؟ هو في مطار بقى. اتفضلي. ايوه اتفضلي انا جيلك. ورايا في التلفزيون بي بي سي معايا على طول. عندك سؤال واحد بس؟ انا هسألك سؤال. بما ان انت مصري. بما ان حضرتك وانت حضرتك مصريه ليه تنسيه برشه 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 يلا بما ان في اكثر من فرع الاسلام في ليبيا ازاي حضرتك بتقدر تسيطر انه ما يكونش في هدر للمال بما ان احنا بنسمع كتير عن الجمعيات الخيريه اللي هي بتسرق يعني او انه للاسف يعني فازاي حضرتك بتقدر تسيطر على الشيء ده او انه
ما يحصلش هذا الشيء. احنا كل عمل فيه انجاز وفيه اخطاء، وكل عمل فيه قد يصيب الفساد في يوم من الايام. احنا في وسط التسعينات 1993 بعد البوسنة، بعد اموال ما كتبت، حسينا ان احنا لابد نعمل اداره ماليه قويه. ففي 95 عملنا اداره ماليه قويه فيها كل الموجودين حرفيين في عمل المال وصرف المال ومراقبه صرف المال. ده من كام؟ من 23 سنه واحنا لسه صغيرين. اصبح ده ليه سياسات تجعلك صعب انك تهدري المال. ممكن يتعطل المال في الوصول عشان البيروقراطيه، لكن صعب انه يصرف المال زي ما يسرق المال زي ما كان في بعض الاحيان عند الجمعيات اللي اتكلمت عنها دي بيحصل الامر ده كله. اي اداره خيريه للمجتمعات او حزب سياسي او جماعه او الى اخره تعمل في مجتمع ما يكونش عندها جهاز محاسبي قوي هيحصل فيها اللي انت بتقول عليه. قد يكون حكومه، قد تكون شركه، قد يكون مصنع، قد يكون عمل خيري الى اخره. لان مراقبه المال لابد تكون من الداخل، كيف ياتي المال ثم كيف يصرف المال. ففي جهاز اسمه الحسابات، وفي جهاز اسمه الماليه، وفي جهاز اسمه المراقبه الداخليه، وفي جهاز اسمه الجوده الى اخره الى اخره. ففي اربع اجهزه داخل المؤسسه يستطيعوا انهم يطبقوا سياساتهم الماليه في كل فرع من القرى، سواء كان الفرع ده في بلاد فقيره او كان الفرع ده في بلاد اوروبيه او امريكيه. ايوه يا شباب اتفضلي. التوانسه واخدين الكاس اليومين دول. لا المغاربه. المغاربه واخدين الكاس اليومين دول. اسلامي كريم. ايوه. يعني الاسم. ايوه. مين اختار؟ انت. هذوك مين اختار؟ صنع نبي. الصلاه والسلام. في 84 كان اسمنا دمه تقيل قوي. 84 لما بدانا عمل. انت منين انت؟ شكلك كده مصريه غلبانه. اختك ولا ايه؟ لا حرام يا ابني. هو المصريين هنا كاسحين الدنيا ولا ايه؟ محمد صراع بتوعك دول كلهم. المهم 84 كان اسمها دم وتقيل قوي، اسمه اللجنه التي تساعد اللاجئين المسلمين في افريقيا بالانجليزي. بالانجليزي ايه؟ بالانجليزي ايه؟ بالانجليزي ايه؟ المهم فجت فجت سنه 85 واحد انتوا كلكم تعرفوه وتحبوه اسمه كات ستيفن، تعرفوه؟ او يوسف اسلام. قعد معانا جلسه وكنا عايزين نعمل ايه عمل مع بعض، فهو اللي اقترح علينا ان نسميها اسلامك ريليف. فمش انا اللي سميتها اسلامك ريليف، سماها اسلامك ريليف كات ستيفن، او اللي احنا بنسميه يوسف اسلام. الشعار اللي عندكم اللي انتم على صدركم ده، حد كده يركز لي على الشعار؟ اي حد؟ تعالي قومي اقف. الشعار ده شايفينه ده يا شباب كل على صدره، اللي صممه واحد تركي متطوع شاب عمرنا ما شفناه. بعتنا له الاسم، ام هو حول الاسم للشعار ده ورفض انه ياخد مننا ولا قرش. ما كانش فيه ساعتها كمبيوتر، كله بالايد وبالتصميم اليدوي ايام ما كنا بنعمل كل حاجه بايدينا. فاللي سمانا اسلام الكليف كان يوسف اسلام، ربنا يديله الصحه لسه موجود. واللي عمل الشعار شاب تركي احنا ما نعرفوش، لكن هو عملها وهو في لندن، واصبح الشعار ده شعار عالمي من 34 سنه او من 35 سنه. انتوا الشهر الجاي هتتموا 35 سنه. يوم 17 يناير هيكون عند الجمعيه بتاعتكم اسمها اسلامك ليف 35 سنه. لكن في ال 35 سنه انتوا عملتوا معجزات. مين تاني يا شباب؟ اتفضل. بدي اسالك. طب هو فين عشان كده كده السؤال يطلع مره واحده؟ خلي السؤال يطلع. انت اسالك ليه كده؟ ازاي كنت توازن حياتك الشخصيه مع حياتك؟
كلمة بقى في حاجات خاصة بقى. لا يعني العائلة عايز تخش مع مراتي في البيت؟ لا مع أولادك كده مع أولادك كده يعني أول موزنة بين الحياة الشخصية والحياة العامة. ما الحياة العامة اللي بتاعت أسنان أنا اتجوزت خليتكم سنة 83 زي ما أنتوا عارفين وعزمتك وأنت ما جيتيش. اسمح لي خلاص واخدين بالكم والحمد لله ان كان هي الاختيار الموحد انها كانت حلم امي رأيته رحمة الله عليها قبل ما اتجوزها بعشر سنين ان والدها جاي وقعت امي تفاح يعني والد زوجتي اللي هو حمايه جه في المنام وقعت زوجتي تفاح. التفاح زمان في مصر كان غالي جدا قبل انت ما تولد كان الكيلو بثلاثة جنيه الكيلو وكنا احنا بناخد 15 جنيه في الشهر في المنام. لا انت وقت روحي انا فسحي بره لا كان المرتب بتاعه مع دكتور 17 جنيه وكان كيلو التفاح ب 3 جنيه لانه كان جاي من امريكا او من ايطاليا ففي الحلم في الرؤيه انها شافت والدها بيعطيها تفاحه ففسرت الحلم على ان احنا هنتجوز واحده من بنات على خير كبير. خير كبير ما اتجوزش فانا اتجوزتها. كان هي تفسير من الحلم ده زي ما كان سيدنا يوسف واخواته انا انت رايت عمل 10 كوكبا والشمس قالتهم ايه في ساجدين. عارف سيدنا يوسف كان زي القمر وجميل فكل الستات بيجي وراه. ستات مصريات مش انت مصريات؟ فكان هو رؤيه امي رحمه الله عليها. فلو انا اتجوزت واحده غير اللي انا زوجتي لما اتجوزها دلوقتي ما كناش هنعرف نوازن فين كنا ما كناش هنعرف نوازن ما بين اللي هو العمل الاسره والعمل اللي بره. ليه؟ لانها بتحب البيت هي مش 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 بتحب تخرج للمجتمع اللي بره. في بعض الاخوات بيحبوا يكونوا اجتماعيات وقائدات الى اخره ها. في بعض الاخوات بيحبوا البيوت فهي كان من النوع اللي بتحب تقعد تاخد بالها من اولادها وتاخد بالها من البيت وتاخد بالها من كل حاجه. فلولا هي كانت دي طبيعتها وهي قويه في هذا ما كنا استطعنا ان نخلف خمس اولاد بفضل سبحانه وتعالى كلهم اتخرجوا من الجامعه دلوقتي اربعه منهم متجوزين ها والاخير لسه ما اتجوزش فلو حد عايز يتجوز فهي بفضل احنا اتكلمنا امبارح عن الموضوع ده هي بعد فضل الله سبحانه وتعالى زوجتك هي اللي بتخليك توازن ما بين الأسرة وما بين المجتمع نفسه. شكرا. جزاكم الله خير. تفضل. اسألوا مفيش مشكلة أي سؤال. أنا عندي سؤال عفوا. أنتِ واعي أنتِ جاية من مختار فرقك؟ شكلك واصل كده. خلفانة أوي بقى. ليه جت لك يا بتاعت الأسئلة أنت كنت لا انا بلا يعني بحب تطلع وبحب يعني اعرف يعني لو ما اخدتش الفرصه اليوم ده ما حلقهاش مره اخرى اجيلك تاني دي الكسكس ان شاء الله. لا وتعملي لي كمان شبكيه شبكيه ماشي تجين وتجين اللي بغيت السؤال ديالي يعني كنتي كتخيل بان حيجي يوم هتشوف وغادي تشوف راسك في وسط يعني ايطاليا وبين فولونتاري ديال ايطاليا ويعني يعني الخمس سؤال ديالي. طيب هو طبعا في اول خمس سنين اللي كانت سنين الزرع كنا بنلف بريطانيا على رجلينا من مدينه لمدينه من شارع لشارع حاره لحاره بيت لبيت بايدينا ورجلينا بايدينا ورجلينا فدي كانت سنين الزرع خمس سنين. بعد كده هو بدات الرؤيه الكبيره تيجي في الوقت ده ما كناش بنفكر في اي شيء الا اننا نعرف الناس باسم الاغاثه الاسلاميه فقط ونساعد الناس باقصى سرعه عشان نخلي الناس اللي موجودين في بريطانيا يعرفوا ان في شيء بينبت كشجره اسمها الاغاثه الاسلاميه. بعد 88 89 بدات الرؤيه الكبيره للاخت اللي هي سالت السؤال كنا بنركب الطياره كلكم بتركبوا طيارات في المجله اللي بتعدي عليها الطياره دي في كل الرحلات العواصم والمدن ها والقرى والدول
قلت لما بركب الطياره بعلم على كل مدينه عايزين نفتح فيها مكتب في العالم. في فرنسا كانت باريس، مارسيل، ليل، بوردو، خمس او ست مدن، وهكذا في امريكا، وهكذا في بريطانيا، وهكذا في المانيا، وهكذا. بس جت الرؤيه الكبيره دي بعد الزرعه ما بدات تكبر. فلازم انت كفلاح او انت كالفلاحه لابد تحطي البذره في مكان يطلع زهره او يطلع شجره. لما تكبر الشجره تبتدي تسوقيها في العالم كله. فانتشرت الفكره بعد سنه 91. كل المكاتب الخارجيه بدات تنشا من 91 92 93 94 الى اخره. لكن اول خمس سنين كنا واقفين، كان في حاجه عندنا اسمها ايه؟ كارافان تور، يعني كنا بنلف بريطانيا بعربيه من اول يوم لاخر يوم. عربيه نبيع منها الروائح ونبيع الحجاب ونبيع الكتب ونبيع البخور الى اخره. نطلع من برمنغهام اول يوم في رمضان، نرجع لبرمنغهام يوم 29 رمضان. عشان نقول للناس احنا بنعمل شيء جديد. هكذا بدا. انتم زي الفلاح المزارع اللي ارضه خصبه بيحط فيها بذره، وعشان البذره تنبت وتبقى شجره لابس جوه يقف يحميها. بعد خمس سنوات البذره بقت شجره قويه في الارض، فاصبح ياخد منها بذور يزرعها في كل ارض مختلفه في العالم. واضح؟ واخا؟ سي سي. يلا مين تاني يا شباب؟ اسالوا كل الاسئله انتوا عايزينها. مش كده يا محمد؟ سي سي. من اغرب الشرايح. او فيا. مش عارف بقى ويا. انا بتكلم ايطالي. Un momento in cui c'è un episodio che le è successo che l'ha reso molto fiero, soddisfatto di aver deciso di fondare Islam Clean. Yani haga شفتيها في شفتيها 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 انا واحد راجل ابراهيم فين سكتوا؟ شفتيها انا موقف حصل لي حصلت يعني تعلق بالعمل اللي بتعمله انت. انا افتخر جدا 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 بيكم انتوا هنا، لان لما ارجع بس استكمال الاجابه على السؤال اللي كان قبل كده، ما كناش نتوقع ان احنا هنوصل اللي احنا وصلنا له ده، خاصة في اول خمس او ست سنوات. كان الامر ماشي مركزين على حاجة الناس، الاستجابة لحاجة الناس في افريقيا. ها لكن انا اكتر شيء فخور بيه دلوقتي ان انا اقف بينكم. ان انتم تسمحوا لي ان انا اتكلم معاكم. ان انتم هتاخدوا ال 35 سنة الجايين عشان تعملوا فيها اشياء احنا ما قدرناش نعملها. انتم هتطوروا العمل ده في كافه المجالات الاجتماعيه داخل ايطاليا وخارج ايطاليا. انتم هتكونوا مواطنين ايطاليين فاعلين واقوياء. انتم هتستطيعوا ان تنشروا الاسلام والقيم والاخلاق بتاع الاسلام بطرق مختلفه عن الطرق التقليديه القديمه. انتم فخري وانتم عزي في هذا المكان، وانتم ذخر لينا في هذا المكان، وانتم مستقبل في هذا المكان. فأنا فخور بيكم. فخور بيكم. وفي أولادكم لما تتجوزوا وتخلفوا. وفي أحفادكم. قولي أمين. أمين إن شاء الله. أي سؤال تاني؟ هي البذرة اللي الفلاح زرعها. قعدت خمس سنين عشان تضرب. لا هي زرعت في أول خمس سنين. كانت بذرة مانجا؟ كانت شجرة مانجا؟ كنت حاطط مانجا؟ رود قصر طلع طويل بزعزوع. يلا يا شباب، جمعيه جديده وما فكرتش يعني تشتغل وتساعد جمعيات اخرى. ما كانش في جمعيات اخرى، ما كانش في اي جمعيه اسلاميه في اوروبا بتعمل في العمل الانساني الدولي. احنا اول جمعيه في اوروبا
ومن أوائل الجمعيات في أمريكا اللي بدأنا المسيرة دي في 84. بعد كده في بريطانيا دلوقتي في أكتر من 100 جمعية مسلمة بتعمل في مجال الإنسان الدولي. غير اللي في أمريكا، غير اللي في إيطاليا، غير اللي في فرنسا، غير اللي في ألمانيا، غير اللي في بلجيكا، غير في كندا، إلى آخره إلى آخره إلى آخره. والحمد لله البذرة بتاعت المانجا بتاعتك أنت خلت بذور مانجا كتير تطلع، زائد بذور قصب وعنب وجرجير وتفاح إلى آخره. أصل إحنا مصريين بنحب المانجا يعني. أما المانجا بتزحلق برضه. أبو الزحلقة. فده اللي إحنا بدأناه، اتفضل. Cosa, cioè qual è il consiglio che ci dà rispetto a quando ci chiedono, dato che oggigiorno c'è sfiducia nel confronto delle organizzazioni che organizzano queste, cioè, pool di volontariato, qual è la cosa che secondo lui bisognerebbe dire per creare questa fiducia nei rapporti, nei confronti di queste persone che oggigiorno hanno sempre più sfiducia? Io عاوزة تعرف نصيحة منك اللي أنا الآن في إيطاليا وفي جميع أنحاء العالم ما بقتش ثقة. يعني بيقولوا يعني أنا أعطيك نقود ولكن أنا مش واصل. ربما بيوصلوش. يعني شنو هي نصيحة؟ يعني الجواب اللي لازم نعطيه لهذه الأشخاص. أهم حاجة تكون أنت في عملك شفاف واضحة ما تخبيش. لما كنت تقول أنا باخد مصاريف إدارية 5% أو 10% أو 15% دول للناس. ما تكذبيش على الناس. لما تجمعي المال تقولي كيف يجمع المال وكيف يصرف المال. لما تعملي تحالفات مع الناس قولي فاخبري الناس بكل شيء علشان الناس ما تنخدعش فيك. ما تبنيش عملك على مجرد ثقة دون أداء جيد. فلابد أداء جيد يكون موجود. عشان كده لما قلت لكم في 95 أو في 94 عملنا أن نؤسس للإدارات المحاسبية والمالية عشان تراقب المال اللي بيخلي الانسان اللي سالت مين سالت السؤال بتاع المال اللي بيخلي الانسان المال ما يسرقش منه او الاداره ما تفسدش. فالشفافيه هي اهم شيء. النقطه الثانيه انك تعيني الناس المسؤولين اللي هم حرفيين واتقياء في نفس الوقت. نمرة ثلاثة ان يكون اعضاء مجلس الاداره قادرين على مراقبه المؤسسه. نمرة أربعة تكوني متصلة بالمؤسسات والجمعيات وبالحكومة إلى آخره إلى آخره. ده بيخليكي إن العمل بتاعك يكون مستمر وتزداد ثقة الناس فيك. والنقطة الأخيرة إن إحنا لابد نعتمد على الشباب اللي زيكم عشان بيكون هم بيأتوا بأفكار جديدة وآراء جديدة وطموحات جديدة بتجدد دماء المؤسسة. وانا ما نغلقش المؤسسة على مجرد مجموعة من الناس او مجموعة من المفكرين او ثقافة معينة او دين معين او فقه معين. نفتحها للمجتمع كله ان شاء الله. كان في ايد هنا رقم مرفوعة بتاع اخت او اخ. وبعدين انت بعد كده لما الواحد بيبدأ متطوع في الإغاثة الإسلامية بيجي وقت بيفكر يعني هو اللي انا بعمله ده صح ولا لا، والفلوس مثلا اللي احنا بنجمعها بتروح فين بجد ولا لا. ويعني الواحد يعرف ازاي لو اللي هو بيعمله ده بيجيب نتيجة او الفلوس يعني الفلوس بجد بتروح للناس المحتاجة او لا ازاي. طيب اول حاجة انت بتخلص نيتك لله. دي نمرة واحد. سواء كنت بتجمع المال او عم بتوزع اوراق او بتنظم عمل زي النهاردة. وربنا يحاسبك عن نيتك. تاني حاجة انت من حقك انك تسأل كيف تصرف الاموال. لكل مسؤول. لان في بعض الشباب المسؤولين موجودين. محمد موجود. ورشاد موجود. مش كده برضك رشاد؟ رشيد. رشيد ولا رشاد. استخبي هناك هو. شايفه ده؟ امسكه ده. ومن حقك كمان ان انت تعمل مسابقه بين المتطوعين وتخلي احسنهم يروح يزور المكاتب الميدانيه كمجموعه وانا قابلهم هناك ونقعد مع الناس ونشوف هما بيعيشوا ازاي وبياكلوا ازاي واحنا عايشين ازاي
وبناكل ازاي عشان ناخد منهم رسالة نرجع نقولها للناس في ايطاليا هنا او في كل مكان في العالم. فانا بقول لك اهو لو الاغاثة كل سنة بتعمل رحلة او رحلتين تختار منكم متميزين في العمل ده اللي عندهم كفاءة عالية وننزل معاهم النيجر ولا مالي ولا تشاد ولا السودان ولا 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 عشان يرجعوا بفكرة تانية على رشيد. يرجعوا بفكرة تانية او ده رشيد ده اللي تمسكوه. وطبعا اللي تلبسك انا معايا تلبس. فنحن كل سنة نعمل رحلة لبلد من البلدان. نحن بنشتغل في كتير ونخلي الشباب اللي يعيشوا هناك اسبوع ولا اسبوعين وانتوا هتدفعوا التذكرة بتاعتكم. معناش كده. عادي هتدفعوا عادي. هي جت على التذكرة. خد بالك بحيث ان انت في الاخر تطلع بعينك وبشكل اسف حضرتك انت سوري تطلعي وتشوفي الناس ازاي بتشكرك انت على الامر اللي انت قمت بيه من اجل ايصال هذا العمل اليك. فالتواصل الاول من حقك انك تسال. التواصل الاول ان انت بعد كده هو انتوا تاخدوا كل سنه مجموعه يبقى في كومبيتيشن ما بين الشباب بعضهم عشان يطلع منهم احسنهم ها وابدعهم ويرجعوا علشان يتبنوا قضيه من القضايا. حضرتك وحضرتك اتفضلي. يس 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 اي سبيك انجلش. I was wondering if you have any advice for young people who want to start a project similar to what you did. Okay. In, especially in a non-Islamic country. حاجة زي إسلامك ليف؟ كنت أقول إسلامك ليف سيميلر هي بتقول هتسألني إزاي شباب زينا صغيرين في السن جمال وعندهم رؤية وعندهم كذا يبدأوا مشروع أو عمل زي ما احنا بدأنا من 35 سنة صح؟ أنت العمل ده فكرة فكرة الفكرة دي أنت بتحبيها فكري فيها طول الليل والنهار تجمعي حواليك ثلاث او اربع من البنات او الشباب وتقعدوا تخليهم يؤمنوا بالفكره بتاعتك. وبعدين تبتدي تنفذ الفكره ده على مستوى ايطاليا على مستوى بسيط. شارع في مدينه في قريه لغايه ما تنبت والناس تبتدي ايه تستفيد من المشروع اللي بتعمليه ده. بعد كده هو بتتحولي هذه الفكره الى مشروع. والمشروع بتحوليه انك بتسجليه كجمعيه. يلتف معاك اصدقائك اللي كانوا معاك كمجموعه وتكبر بعد كده الجمعيه دي خطوه 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 لغايه ما تبقى اكبر من الاغاثه الاسلاميه. بس لابد في الاول تعلمي حاجه مهمه جدا اوعي في الفكره تكون انت الوحيده فقط اللي تؤمني بيها لابد يؤمن بيها معاك مجموعه من الناس دي نمره واحد. واوعي في الجمعيه تنسي الفكره الفكره تبقى قدامك انا عايز احارب الفقر انا عايز التعليم تفضل الفكره دي هي اللي انت بتحاولي تساعدي الناس من خلالها عن طريق الجمعيه. لو نسيتي الفكره هتضيع الجمعيه لابد تركزي تماما على الفكره اكثر ما تركزي على الجمعيه. وبعدين بتاخد سنين عشان تبقى مؤسسه بعد 10 او 20 او 30 سنه. حضرتك ايوه من زمان يعني الاسلام من عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وما بعده من عصر الانبياء سيدنا ابراهيم سيدنا اسماعيل وسيدنا موسى وسيدنا عيسى الهجوم على الاسلام وعلى الاديان شيء قديم جدا. حاليا الاسلاموفوبيا ازدادت بطريقه غير عاديه. انا بواجهه ازاي؟ بانه بكل مشروع وإذا خطبهم الجهلون قالوا سلاما. يعني لما الناس اللي هم بيهاجموا الإسلام دول عايزين يعملوا لك إزاي؟ مش عايزينك أنت تبقى منطق. وعايزين يحبطوك. وعايزين يخلوك تنسى الرحلة بتاعتك وتنسى المؤسسة وتنسى العمل وتنسى كل شيء عشان هم ينجحوا. فأنت دايما هم بيهاجموك ركز على العمل الصح. المثل بيقول لك إيه؟ اعمل الصح يحتار عدوك فيك، اعمل الصح العربي اعمل الصح قولي كده يحتار عدوك فيك فهمتيها؟ اعمل الصح دايما يحتار عدوك فيك. فلذلك احنا لسنا اول الناس اللي اعداء الاسلام يتهموهم
بكل الايه الاشياء، لكن انت ركز على الشيء اللي تعمله عشان تبني بيه مجتمع وتعمل بيه تحالفات مع غير المسلمين في البلد اللي انت عايش فيه. ربنا يكرمك، جزاكم الله خير. ايه تاني؟ اي اسئله تانيه؟ اي اسئله تانيه يا شباب؟ انا جاهز موريش حاجه، ما تكسفوش. مش عايز تسالي حاجه؟ ممكن اسال؟ طيب قول. ما فكرتش انه تعمل زي اسلامك ريليف في مصر؟ عملنا، عملوا، وكان في اسلامك رساله ولا هي؟ كان لا، كان في عملوها في هناك، وكان بتشتغل من سنه 1999 تحت المجلس الاعلى للدعوه والاغاثه اللي كان تابع شيخ الازهر، وانتقلت وسجلت في الخارجيه، وانتقلت بعد كده وسجلت في الشؤون الاجتماعيه، وبعدين بعد كده قفل المكتب اشتغلت من 4 سنين تقريبا. كان في مجموعة. ده بالنسبة للسؤال. ها عايز تسأل؟ ها؟ سؤال تاني يا شباب، أنا محمد صلاح. ده كملها محطوط بين الكلام. ده حسيت زين. يعني مشوار بتاع زمان كبير كده. مفيش حد مثلا كان بيحاول يحبطك من صحابك، من الناس اللي حواليك، الناس اللي قريبين منك، او انت حسيت مثلا ان انت قلت خلاص انا عايز اوقف مش عايز اكمل؟ طبعا السؤال ده جميل جدا، وبيقول لي في المسيره بتاعت الاغاثه الاسلاميه دي ما كانش حد من اصحابك بيحبطك او بيحاول يخليك تسيب الاغاثه الى اخره. انا زي ما قلت لحضرتك كنت بعمل الدكتوراه بفضل الله سبحانه وتعالى، وخلصتها سنه 91. خدت الدكتوراه من جامعه برمنجهام سنه 91، وفي الفتره دي انا كنت مركز كبير جدا في العمل، فكنت ما بسمعش. ساعات كنت لسه بتكلم مع محمد بارد تلم لا تنح لا بارد تنح تلم لزم لازم. فانا كان فيها الصفات دي كلها، البرود. اشرحوا لهم بقى مصريين يعني ايه بارد. بارد زيرو سنتيمتر. تلم تلم زي بارد كله زي بعض. عايز اقول لهم بالايطالي؟ لا بالعربي يعني بالعربي. فده كان ساعات كتير جدا الناس تشتم وتعمل ويضربونا في المساجد، ولا كان بيأثر فيه ولا كان بيأثر. وحسينا في النهاية إن بعد ما خلصت الدكتوراه أنا والدكتور إحسان شبيب إن ربنا وفقنا عشان الإغاثة الإسلامية. خدت بالك؟ عشان نيتكم يعني. عشان الإغاثة الإسلامية. وكأن الإغاثة كانت سبب إن أخذنا دكتوراه. وكأن الإغاثة كانت سبب لأخذ الدكتوراه. أنا هديكم مثل جميل جدا 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 جدا. قولوا قولوا قول 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 في فيضان بنغلاديش اللي كان في 91 كان في 25 مليون شخص من بنغلاديش تحت المية. 25 مليون. وجا شابين من برادفورد. فين بتوع برادفورد؟ شابين من برادفورد 91 جمعوا 30,000 جنيه استرليني. واحنا كان ساعتها الاغاثه كانت صغيره جدا، وكنا فرحانين بمبلغ كبير زي 30,000 جنيه ده. وكلموا البريتش ايرويز فقال عندكم تذكرتين فيرست كلاس تروحوا لبنغلاديش عشان تساعدوا الناس اللي هناك. انا كنت بقدم رساله الدكتوراه بعد ما سقطت فيها. انا ما فيش حاجه بنجح فيها من اول مره. عمري ما نجحت في او من اول مره في اي حاجه. حتى لما جيت اتجوز اترفضت. عجبتك دي يا اخويا؟ رفضوني. شفت بقى لما جيت اتجوز اترفضت. فكنت ناس على الامتحان ان اقدم الرساله بتاعتي في شهر نوفمبر، وكان ده في شهر يونيو او يوليو. كان لازم اكتب الرساله من الاول وجديد. خلاص قعدت ادور على الشباب الطيبين اللي في المساجد، يا اخوانا روح انا عندي كذا، انا عندي، ما فيش حد رد يروح. قمت انا قررت ان انا اترك الرساله
وسافر للمكان ده ونسيت ان انا لابد اقعد واقدمها قبل شهر نوفمبر. خلاص ده كان يوم جمعه. كان يوم ايه؟ جمعه. بعد صلاه الجمعه رحت المكتب بتاعي في قسم الفيزيكس وقعدت اتفرج على الداتا اللي عندي من 6-7 سنين نفس الداتا، وقعدت افكر فيها اللي هو الانفونداتا داتا اللي هي بيسموها ايه الداتا عندكم داتا داتا لا الداتا بتاعت الرساله دكتوراه الارتيجين ايه صار بالارتيجين تيزي نو المعلومات بتاعت الاحصائيات بتاعت ال في رجعت في بتاعت الرساله الدكتوراه فقعدت امسك نفس الداتا بعد ما خدت القرار بعد ما خدت القرار ربنا هداني ان انا اقعد اعمل فيها تقليب وكذا وكذا الى ان اخرجت منها نظريه جديده. النظريه دي جت امتى؟ جت بعد انا ما قررت ان اسيب الرساله وسافر بنجلاديش. وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك وبيقول لك وبيقول لنا كلنا لن تكونوا أكرم مني على عبادي، فأنت تترك الرسالة وأنا أعطيك نظرية. شفت بقى قد إيه؟ ورحت بنجلاديش بعد ما وريت النظرية الجديدة للمشرف فقال لي شكرا دي نظرية جديدة حطها في الرسالة. حطيتها في الرسالة ورحت بنجلاديش قعدت أسبوعين ورجعت كملت الرسالة. أجمل حاجة في الرسالة دي يا بنات ويا شباب إيه هي؟ إن أول 3 صفحات من الرسالة هي كل الآيات القرآنية اللي بتتكلم عن الخلق، من الماء المهين للنطفة العلقة المضغة التقل. لأن أنا كنت بشتغل على الأطفال السقط من البنات اللي أنا بشتغل عليهم عشان إيه؟ أشرحهم وأشوف اللي عندهم مستثنى في المخ أو كيس مية في الظهر سباينا بيفيدا أو حاجة اسمها انسفل. ده كان أول شيء، أول 3 صفحات إهداء لمن؟ لمن أنزل القرآن على المصطفى صلى الله عليه وسلم. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، صاحب اكتشاف هذا المرض في القرن العاشر كان من عندكم، كان أندلسي أبو القاسم الزهراوي، كان يسمينه بقاصص بالتاريخ بتاع الطب، وأنا مش عارف يعني إيه بقاصص، فأنا سميته ورجعت قعدت صياغة اسمه مرة ثانية أبو القاسم الزهراوي من مدينة اسمها الزهرة جنب قرطبة في الأندلس، كان طبيب عربي القرن العاشر قبل أوروبا ما تكتشف المرض ده. جيب بالكم. فلما جيت سقطت أنا سقوط كان شديد يعني، كنت وحش قوي في الكتابة يعني أي نيلة خالص إز وآر ومش عارف طلع فوق وطلع ناح إلى آخره. فجي واحدة عشان صلح لي رسالة، رئيس الكلية الملكية كان هو رئيس القسم عندنا في مدينة برمنجهام ده دهلي، قال لي يا هاني انا عايز الرساله بتاعتك تكون في المكتبه عندي، لازم تنجح وهديك البروفيسور ده يقعد معاك يصلح لك الانجليزي. اول كلمه قالها لي او اول جمله قالها لي القران اللي انت حاطه في الاول ده ايه علاقته كتير قوي كده ليه؟ قمت انا رد عليه رد كان حاسم، لان اللي بشوف سنه 1991 جامعه برمنجهام كليه الطب ام دي ويحط هاني عبد الجواد بنا هيطلع الرساله بتاعتي. قلت له دي معلومات طبيه علميه مسجله في القران، هي طبيه علميه ولا لا؟ فرد عليا قال لي نعم يس. قلت له اشيلها ولا اسيبها؟ قال لي اسيبها، انه كلمني بمنطق العلم الديني، انا كلمته بمنطق العلم الطبي. خدت بالك الاثنين؟ يعني هنا لما تبصوا هنا يا شباب شايفين ظهري؟ الولد الصغير اللي ماما بتحمل فيه بتكون اللي هو الخصيه بتاعته موجوده هنا. فاهم بتتزحلق اللي هو بتنزل في الكيس بتاع اللي بتنزل فيه الخصيه. ده موجود في القران يخرج من بين الصلب. تعال هنا اقف ورايا كده. الصلب اللي هو العمود الفقري. خدت بالك كده؟ والطلائع اللي هي الضلوع. فربنا كاتب يخرج من بين الصلب والطلائع، يعني الماء اللي بيحاول يكون الطفل بيخرج من حته هنا. ايه الحته دي؟ اللي هي الخصيه والامن في الزحلق وتنزل في الكيس بتاع الخصيه. ده مكتوب من امتى؟
من 1400 سنة أو 1450 سنة. فده اكتشاف علمي للرسول صلى الله عليه وسلم. هو العمل لا ربنا ألهمه كتبه في القرآن وأصبح حقيقة طبية. حقيقة طبية وبعد كده المضغة والعلقة وإلى آخره إلى آخره إلى آخره إلى آخره. أتبالك؟ فلم يكن سوء كتابة الرسالة هو سبب سقوطي. كان سوء كتابة الرسالة هو سبب سقوطي مش القرآن أو أبو القاسم الزهراني. فلما تعطي يعني في حاجة تانية هختم بيها هتشوفوها انتوا في الفيلم النهاردة. أنا خلاص خلصت الفيلم. هتلاقوا فيها حتة المطر بتمطر في النيجر اللي انت عملته البارح. الحتة دي كان صلاة استسقاء. صلاة استسقاء كنا حفرنا بيه المية. عندنا حفارة في النيجر والماء طلع قبل المطر ما تنزل. وكأننا ربنا بيقول لنا ايه الله انتوا طلعتوا مية من تحت الأرض طبعا هنزل لكم مية من السماء. فمطرت المطر بطريق غير عادي في كل المنطقة اللي احنا كنا فيها. حتى اننا خرجنا من المنطقة دي بعد 6 أو 7 ساعات عشان ما كناش عارفين نمشي بالعربيات. ربنا بيقول لك انت جيت حفرت لي بير عشان تأكل بير وتشرب 1000 شخص. انا هنزل المطر عشان ايه تشرب 100,000 شخص او 50,000 شخص او 40,000. عمرك في حياتك ما هتكوني اكرم من ربنا على عبادك او ارحم من ربنا على عبادي او اطيب من ربنا على عبادي. صح باهي هاتم ليبيا هنا باهي مفيش غير ده. انت مالك انت في كل حته انا عارف كده ده حد من الشباب دول. انت بتمثل ليبيا كلها؟ لا للاسف يعني. طيب خلاص الامر دلوقتي بالنسبه لك خلاص ان شاء الله. ريغراتسيامو دي كوري دكتور هاني البنا من فتره سنتين. Finale per ringraziare le persone. Ok, allora al mio tre la facciamo, inshallah. 1, 2, 3. Jazakallahu khairan. ولك ولنا ولك إن شاء الله الجنة. بارك الله فيك أستاذنا ودكتورنا. È veramente un piacere e un onore avere con noi qui dottor Hani. In questi due giorni che ho fatto con lui in macchina, da quando sali con lui in qualsiasi posto vai. No. Con lui Hani Colinta. Mashallah, continua a parlare e condividere le sue storie, tutte le avventure e questi anni di duro lavoro. Quindi chiediamo allo Subhanahu wa Ta'ala che possa accettare e ricompensarlo e che possiamo essere noi all'altezza della responsabilità che lui oggi ci sta dando per i prossimi 35 anni e che ognuno di noi a sua volta la darà a tutte le persone che conoscerà e i nuovi volontari che conoscerà. Quindi jazallahu anna kulla khair. E adesso il briefing che la gente sta iniziando ad arrivare, inshallah.